بغيت غير هذا الموضوع اللي رايضه عليه الضجه هذا، دجا واش من واش دجازي الراجل واش الراجل ما بغاش يلعب؟ وي الراجل كانوا مريزيرفين حتى الوطيف باش يمشيو نهار الحد اللي باتوا وي في الرباط، وما والسلطات ما خلاتهمش، السلطه ديال الرباط ماشي كاع ديال كازا. وياه ودابا دابا هما ديما عندهم هذيك اللعيبه ديال نتوما راه القجاع معاكم، راه كاين هادي راه معاونينكم، كيديروا سبه حنا كيزيرونا وانتم كنخفوا عليكم كذا. قالنا الهدف اشنا هو؟ الهدف هو هاد المناسبه بينات لك بانه الناس متحاملين على الرجاء ومحامين عليها، والحلف ديالهم راه بان، الحلف ديالهم لان واحد القضيه، راه الناصري ملي طلع للعصبه راه كان عنده حلف موسع، راه كانت عنده اكثر من 12 فرقه و13 فرقه معاه. راه هاد المناسبه اش اكدت؟ باش هاد المسائل ما تفوتش الرجاويين، هذه اكدت بان الحلف ديال الناصري غادي كينقص، راه ما بقاتش معاه 12، راه هادو اللي خرجوا داروا بلاغات هما اللي باقيين معاه. واش تفاهمنا؟ كأن زعما الراجل خايفه من هادو، والراجل ما كتخاف من حتى شي فرقه، يعني حتى اخرهم شي فرقه. اخرهم لعبت مع الاخ يوسف، لعبت مع الاهلي، انا شفت اضعف تشكيله في النهار كتفرج في الراجا، وي هي هادي، وعذبوا الاهلي، وي وي بقى الاطفال هادي ديال المغرب، وي وهذا هو. دونك 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 هما خصهم يحسوا بانه هذا الشيء راه مشات ايامه ديال استغلال النفوذ، وهذه راه ما بقاش، راه اخيرا الجماهير بدات كتعيق، والجماهير بدات كتضغط على الرؤساء ديالها باننا حنا ما ديروناش حنا ضحيه، وتقضيوا الغرض ديالكم وتقضيوا المصالح السياسيه ديالكم والتحالفات السياسيه اللي كديروا على ظهر مصالح الفرق. راه قلت داك النهار خرجت في اللايف وقلت بانه هاد الفرق هادو عندهم تاريخ، راه كيخصهم تما يلعبوا على الالقاب، ما يبقاوش بايعين الماتش العاديه، ما يبقاوش راخفين، راه هاد الجماهير خصها تنوض لهاد الرؤساء. والحمد لله النتيجه بانت من الماتش على الجديده. الجديده راه ماشي هذيك الجديده اللي مولفه كتلعب هذه 3 سنين، راك شفتهم كيفاش لعبوا. فندائي لجميع الفرق، جميع الفرق عندها تاريخ، جديده عندها تاريخ، الحسنيه راه عندها تاريخ حتى هي، الفتح عندها تاريخ، الجيش عندها تاريخ، الجيش ما خصهاش تبقى تضارب مع الراجع على الدوزيام، الجيش راه خصها تكون كتضارب على الاولى. علاش الجيش كيلعبوا ميتين؟ علاش كيتماوتوا؟ علاش خص حتى فرقه كل وحده تلعب على عظامها ويتقاتلوا ويلعبوا، وبركه من ديك السياسه التحالفات، راه الرؤساء هما اللي كيستافدوا من التحالفات، والفراقي ديالكم هما اللي كيضيعوا. كمل السي عبد الطيب. هادشي اللي كاين، وزيدون غير واحد المطلب اللي خصو يكون وخصو يعرفوه الجمهور ديال الرجاء، راه الا ما حلوش باب الانخراط وداروا اتمينه في المستوى ومشاو للجمهور، هذاك المكتب ولا هذوك المنخرطين غادي يبقاو ديما لاصقين في الرجاء معاهم، بغا يتغير والو، بغا يتغير والو، بغاوهم يبقاو لاصقين، راه هما بغاوهم يلاصقين، لانه الرئيس راه ماشي راه جلد، راه ماشي ساهل هذاك الرئيس. دونك شكون بغى هو راه دابا ياك خدا السلطه، خدا الرئاسه، دابا يدير جمع عام ويضغط على المنخرطين باش ما كان، ولكن هو حتى هو عاجباه ما باغيش، هو باغي هذيك الحسبه تبقى محسوبه هكاك، ويبقاو دوك مدعمين وحامينه باش، وان شاء الله غادي يجي اللي غيحيدو من تما ان شاء الله بقدرته العليه العظيم. هو الاخ يوسف، الاخ يوسف هذاك ابيضق، هذاك راه مسير وطرف واحد اخرين، هذاك راه ابيضق حاطينو، هذاك فهمتي، راه ما كيوقع حتى شي حاجه هذاك في الكوره بعدا، هي جوج فهمتي، هادو هما اللي غادي يقسموا الراجا، شي هاد الناس هما اللي غادي يقسموا الراجا. انا ملي سمعت هذه ديال 6 المليون ديال لاجون ديال هذاك الكاميروني على 6 المليون ما بغاش يعطيها هذه تما، صافي هذا قتلني، هذاك اللي عطاني ذاك الخبر والله الا قتلني، ويلي يا صاحبي وصلنا حتى لهذا المستوى. والاخ يوسف وما كتعقلش قبل شحال من الصفقه خرج عليها كانت غيديرها الرجاء بسبب هو، خو دعمناه انا ما كنتش باغيه، ولكن دعمته ملي خداها. علاش؟ لان رئيس الرجاء ما عندناش، ولكن ملي قالوا هو غيكون رئيس، عرف داك الشيء راه متسلسل عنده، داك الشيء مخدوم عنده من الداخل،
ماشي مخدوم. للأسف. راه الا ما حلوش باب الخياط ونخاطوا بزاف ديال الناس، ماشي لا من برا لا من سميتو، راه ما غيتغير والو في هذه المنظومه ديال الراجل، ما يتغير والو. أنا او كيما الهضره اللي كنقولوها اليوم نقولوها غدا، اللي كنقولوها اليوم نقولوها غدا. أنا كنتمنى من المنخرطين الشرفاء اللي باقيين دابا في الرجا أنه يدير انسحاب جماعي، والله يدير انسحاب جماعي ويديروا رسالة شكاية للسلطات وشكاية لوزارة الشباب والرياضة وللجميع، ويطلبوا أنه يتم يعني افتحاص لميزانية الرجا. هادو هما الشرفاء، أنا بالنسبة لي خصهم يتحملوا هذه المسؤولية. إذا بقاو جالسين وراضيين على هذا الوضع وساكتين، معناه هذا راه كلهم جالسين على مصالحهم اكثر ما جالسين على مصالح الرجاء، لان اللي جالس على مصالح الرجاء خاص هذا الشيء يحيد من الرجاء. باش يتحيد راه ما كاينش طريقه اخرى. انا سيدي ندير انسحاب، انا نقدم رساله كنطلب كنكتب فيها وكنقول انا انسحب والغي انخراطي من فريق الرجاء البيضاوي بصفه جماعيه، نديروا لسته نخرجوا بحالنا ونكتبوا الشكاية، لأن هذا الشيء خصو يحيد من الرجاء. إلا هما غادي يرضاو كما قلت البارح، غيرضاو حاطين 20000 درهم على ديك ربع ساعة اللي كيعطيهم في الجامعة العامة يرضوا فيها، راه غادي يبقاو هكا، راه غادي يبقاو ديما كيتحكموا فيهم ويديرهم بحال المونيكات. هذه إلا بغاو التغيير، التغيير خصو يجي هكا، التغيير ما كيجيش بالانتظارية، الانتظارية لا تغير شيئا، الانتظارية تقتل الزمن وتقتل التاريخ. لا زعما الا ما تغيرش هذا الشيء من داك الشيء من الجدر، زعما راه الراجع غيبقى ديما في المشاكل وديما احنا ما شوف غير شوف غير سميتو، شوف الفرق صاحبي الكبار، شوف اللي كيسير بحال الاهلي لعابه قدامى اللي فاهمين في الكوره اللي عارفين السيستم ديال الكوره، شادين خدامين كلهم معاونين صاحبي، احنا جايبين الجربه صاحبي، تما جايبين كاين ما كيعرفش شنو هي كوره صاحبي، واش الكوره كيسديه ما كيعرفش شنو هي كوره. دابا غير نائب الرئيس، نائب الرئيس مع احترامي يعني انا كنحترم داك السيد، عنده مواقف سياسيه كيعرف يهضر زوين، هادي عنده كارير سياسيه محترمه، ولكن كرياضي كرياضي عطيني واش كيعرف الرياضه، واش كيعرف الكوره، واش عمرو جاب تفرج في الباجا في عمرو شفناه قبل شي ستوا ديالو في التيران، فهمتيني شنو نقول لك؟ دونك هاد السيد اللي هو نزل غاتنزل، الا هو ما عندوش مع الكره على الاقل تكون عنده معانا من مال، يعني جاي غنستافدوا منه من الخبره الماليه ديالته، انه غيجيب لنا مستشارين كبار وغيجيب لنا مداخل، يجيب لنا اموال وكذا، مزيان غنستافدوا منه. دابا واش فرقه ما قداش تخلص 6 مليون لاجون ويتسمى هذا محسوب علينا سميه جالسه تما في المكتب نائب الرئيس الاول كذا، وزيد الاخرين وزيد الاخرين وزيد الاخرين. هو غير في السوبر راه خاضوا فلوس، غير السوبر راه خاضوا، راه دخلوا فلوس غير في السوبر، حنا كاع ما نهضروا على والو في السوبر، شحال غيجيو حتى شوف. واش غادي يبينوا لكم شنو خداو؟ وبينوا تما 15 مليار عاد غادي يبينوا هذا، ما غتشوف حتى حاجه راك يا الغبي الظاهر. شوف الاخ يوسف، ما حد هادو كاينين في هاد الكوره في المغرب، انا ما غاديش يسجلوا قدام. وتصور انت بعض المنابر سمعتهم ديال في مصر، قال لك عاتبوا الاداره ديال الاهلي، عاتبوا الاهلي بدوك لي فودات اللي عندهم في الماتش ديال الرجاء، كيفاش فرقه يعني بحال فرقه ساهله وي، يعني وحسن راسكم في التيران، انتوما كاع ديال الهدات واخا ربحوا وي، وانت تقول على هاد الناس هادو. انا شوف الرجاء ديما اللعابه ديالها راه هما اللي كيهزوا لها الناس، راه هادشي كله اللي داز، هادشي كله هاد 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين دازت، جميع الاستحقاقات والكوبات والتتويجات، والله سيدي والله سيدي كون ما كانوا ولاد الرجاء لا شتيهم. لان هاد الناس كلهم اللي تعاقبوا على السي الرجاء، راه بالعكس راه كنوفروا ظروف اللي كتخلي الانسان ما كيبقاش عنده المورال باش يجيب القاب، بالعكس. لان واش عقلتي على زياد جابهم حتى الماتش ديال الدومي فينال ديال كاس العرب قبل ما يمر الاسماعيلي، وقال لهم نخفض لكم العقود، وقال لهم نحيد لكم المنحه،
غنحيد لكم المنحه، نحيدها في العروض المنحه السنويه، غندير لكم هي المنحه ديال المردوديه، وغنزيد لكم شويه في السالير مونسيوال وكذا. عقلتي عليها؟ فاش ناضوا داروا عليه النقابه وداروا عليه اجتماع وقال لك لا احنا ما قابلينش. الشاكير ناض ليه قال لي احنا ما قابلينش، خلي لنا سيدي المنحه الثانويه ما يمكنش. فهمتي؟ اذا انت مثير، واش انت باغي الالقاب فاش ترفع اللعابه المعنويات كتحطمهم كتقول لهم نحيد لكم لابريم، واختاريتيها في وقت ديال ماتش ديسيزيف. ماشي غير هو قاعد ولي تعاقب، غير هما خدماتهم هذيك القتاليه اللاعبين، خدماتهم هما استافدوا منها، كيخرجوا كيتصوروا علينا بالكوبات، ديك لا كوب يتصور لك هنا ويتصور هنا، ولا هادي وديك البوزيتار الضحكه ديال هذاك اللي كان لخر دي بي انتي بحالك كيديك لا كوب كيدير ليها كيبدا يتفلعص عليك. بعنا زعما حنا جبنا الالقاب، انتوما كتبقاو تهضروا حنا جبنا الالقاب، الالقاب راه جابوهم الرجاله اللي في التيران اللي ولاد الفرقه اللي كيموتوا على تو كيتمنوا عليه، وتحيه لهم، وباقي الان كيتقاتلوا، باقي الان كيتقاتلوا. الاخ يوسف راه هو براسو راه شارك في الازمه ديال الراجل، راه هو براسو. واش انت ما عندكش فلوس كتقول ما كاينش فلوس وكتسيني اللعاب في العام ب 400 مليون ب 500 مليون، شكون يطلع هذا الشيء؟ راه هو خلا في خلا خلا في ورطه. بيان سور بيان سور، هو ورطه لان خوش نو، لان ما جابش فلوس من جيبو. بيان وي جاب زيرو درهم وي، واخا هادو هما المستيرين ديال والو. وي راه هما هادو، هاد الشيء اللي كاين راه الزمان سجل عليهم. انت كما انت الاخ يوسف ولاد الرجاء هما اللي تقاتلوا. انا كنتفكر غير العرجون في واحد اللقطه كيبكي على البطولة، العام اللي دينا البطولة ماشي عارف خريب كاع، ماشي عارف خريب كاع. اي الله وشوف قال لي والله تنديوها بالله، ان شاء الله الله تنديوها. الرجا اللي هازين اما خوات بياطق اللي شادين الرجا، راه لا اله الا الله وصافي. رحيم رحيم اللي كيطلب في الاربيط وكيبوس فيه تيقول لي عافاك انا عاود شوفها في الفار. اش دار الاندلسي؟ اش دار الزياد؟ مشى تابعو ولا لا كلهم مخلينه كيلعب كيعطيو الشامبيونه للاسف. اكبر واحد رشيوي. لا ما نقولوش خويا رشيوي، شوف هاد الكلمات هادو الله يرحم والدين ما نقولوهم الا اللي يكون عندنا دليل. انا ما عنديش دليل باش نقول هذا رشيوي، هذا اللي كنعرف انه ناس سبوا في اختلالات الراشه في مكانه الراشه كيبغيو يخسروها كيلعبوا لهذيك الارض. واخا الله يحفظك، شكرا، تحياتي خويا عبد اللطيف، شكرا، تبارك الله عليك، الله يعاونك، سلام اخويا. سلام بون، دوزنا ساعتين اخويا، تنظن الحمد لله حنا هضرنا بما فيه الكفايه، واخا انا كنت باغي ندويها، كنت باغي ندوي البلاغات واحد بواحد، والله كنت باغي ناناليزيهم واحد، كدير بلاغ ديال العصبه الاحترافيه الاول، ودير بلاغ الثاني. ودير بلاغ ديال الجيش، وبلاغ ديال المنخرطين الوداد، وبلاغ ديال خليبكه، وعاد غنجي نهضر على البلاغ اللي هو كان ديال السوالم اللي كانت فيه روح رياضيه واللي تمنوا فيه الشفاء اللاعبين. كنت نهضر على البلاغات كاملين وكنهضر على التناقضات اللي كاينه فيهم، ولكن المهم حنا دوينا بصفه عامه راه بان بانه هناك تخوف من الرجاء، اراد من اراد وكره من كره، حيت الفرقه خالعاهم، هاد الفرقه تيشوفوا بانه حتى كتولي حطام، تكاد تكون حطاما فتنبعث من رمادها وتخيفهم. راه هذا هو المشكل اللي واقع اليوم في هذه البلاد هذه، راه كيشوفوا فرقه اللي غارقه في الديون ومع ذلك دخلت جوج مرات في عهد الديون، دخلت جوج مرات للقصر، تيقولوا كيفاش كيديروا هذا؟ في عهد المديونيه كيجيو جوج تهنئات من ملك البلاد، هما ما شافوا فيها تنص تهنئه، تيقولوا هادو كيفاش غنديروا؟ كيفاش غنديروا مع هادو؟ علاش هما كيديروا هادشي وحنا ما نديروش؟ علاش حنا؟ لا راه سيسا، راه هادشي علاش هما قال لك اللي قاصوا الحنش كيخاف من الحبل، حتى فيما كيلقاو فرصه باش يدكدكوا الفرقه، فيما كيلقاو شي فرقه شوفوا فرصه باش يديروا حمله على الفرقه كيديروها، لان عارفين عدو رقم واحد ديالهم العدو، ماشي لانه عاداهم لانهم ضرهم، لا عدو لأنه يحجب عنهم سبل النجاح، يحجب عنهم سبل الفلاح وسبل الوصول إلى التكريم الملكي. راه هادشي راه مشكل بالنسبة لهم كبير، ما كيحسوا به غير هما،
حنا ما كنحسوش به حيت حنا واصلين ليه الحمد لله. لهذا كنتمنى ان جميع الرجاوين يتحدوا بيناتهم باش نقلبوا على رئيس من قيمه الرجاء، لانه الرجاء ما يمكنش غتستمر هكا، ما يمكنش هاد القتاليه ديال اللاعبين تبقى دائما كتجيب لك الارقام. راه كيوصلوا واحد الحد هاد اللاعبين حتى هما، راه شوف راه بشار كاين لعاب اللي كيبان ليه مستقبل وغادي يبغي يمشي يدبر على راسو، ما يمكنش يبقى يتقاتل معك طول الوقت. دونك ما نخليوش لهم حتى يقتلوها كاع في مره ويجلسوا على الكابيه. دونك خصنا نحبسوا هاد لاشين اللي غاديه اللي كتولد الازمه تلو الازمه في الرجاء، واللي كتخلق ازمه تلو الازمه. خصنا نوقفوها بغيره الرجاويين وبكرامه وبعزه نفس الرجاويين الاحرار. تحيه لكم في لايف قادم، دمتم بخير والى اللقاء. شكرا لكم جميعا.